بقول لله يا بابا أبويا يا بابا يعني حزن كبير جدا من جانب الأهل والأصدقاء. يعني زي ما احنا شايفين ابنك الراحل في شدة الحزن على وفاة والدها رحمه الله. زي ما احنا شايفين حزن كبير جدا بعد رحيل دكتور احمد فتحي سرور المحامي في النقض ورئيس مجلس الشعب الاسبق واستاذ القانون الجنائي عن عمر يناهز 91 عام.